بكم مشاهدي قناه شوف تي في مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء. مبروك واشركم والله يخلينا ان شاء الله العواشر بالصحه والسلامه وطول الثمر. فاحنا حاليا مشاهدينا الكرام بعد الماتش الهيتشكوكي اللي غنسميوه هيتشكوكي خصوصا بعد ريمونتادا الرجاء متاخر بهدف بانوا بعض السلبيات بطبيعه الحال اللي غيتكلم عليها في خلال هذا المباشر احد مشجعي الرجاويين عادي اللي كيتكلم باسم جماهير الرجويه بانوا بعض السلبيات ولكن شفنا الشوط الثاني ظهروا ايجابيات اللي خلات ان الرجاء ياخذ ما نقولوش يخطف انه ياخذ ثلاث نقاط اللي كانت مهمه وهدف في الدقائق الاخيره على شباب بلوزداد شباب اللي كان مدرب هو ستيفان فاندربروك مدرب سابق الجيش الملكي الوداد الرياضي اللي كيعرف الرجاء كان ما صعيب الرجاء حامل اللقب واش غيحافظ على اللقب ولا لا هذا هو سؤال هذا مباشر بعد. السلام عليكم. السلام وين ومبروك على وشكم الاخوان ومبروك علينا الفوز هذا نتمنى ان شاء الله يكون بادئ خير وانطلاقا ان شاء الله من اجل رسم مشوار جيد في هذه البطوله العربيه اللي تتوسموا فيها الخير. بالنسبه كما قلت في اللايف السابق فالفريق الرجاء الرياضي غيدخل بثوب البطل بثوب الدفاع عن اللقب ديالو لانه دائما الفريق كيف تنقولوا السمعه ديالو سابقاه لا من المحيط الخليج لا في الصعيد العربي ولا الافريقي. بالنسبه للمقابله مع شباب بلوزداد تنعرف فريق جزائري فريق متمرس فريق كيف تقولوا بطل الجزائر ثلاث سنوات الاخيره فريق متمرس افريقيا تيتقسم بصعوبه في الشامبيونز ليغ و 2022 تقسم مع الوداد يعني كعذبهم كانوا يدوا انتصار من هنا. الفريق ماشي سهل كيف تقولوا كان مجموع على عكس فريق خرج اللي كيف تقولوا الشتات ديال الجانب التقني والتسير كان كيف تقول تنبحثوا على ديك اللمه اللحمه ديال الفريق وزائد ان المكسيم موسى منكب على المشاكل اللي كاين ديال من ناحيه المشاكل اللي كاين ديال النزاعات النزاع ديال اللاعبين يعني الله يحسن عوان هذا المكسب هذا ماشي حل المشكل حتى حل المشكل وان الفريق ما استفادش من الانتدابات ديالو الحق عبد الله خفيفي ولا النفاتي ولا بن العبري ولا دومينغو كيف تقلصات اللائحه من غير الانتدابات اللي كانت في الاول من غير كيف تقولوا اللائحه الماهيري الحق عبد الله فرح زكريا حدانا بزاف اللاعبين يعني كيف تغير الجلد ديالو ولكن مقابله اخويا كانت تاكسيكيه كانت تاكسيكي مع الفريق كل واحد كان تينتظر الاخطاء ديال الاخر فريق الجزائر تمكن من في ساعه التسجيل رجع في الشوط الاول خارج التغطيه بهذا المعنى كان يعني خارج كيف تقول ما دخلش في الماتش ولكن ما بين اخطاء بدائيه تنعرف ان العناصر مع المدافع اللي كان لاعب جنبه المدافع العراسي وبالمقدم فاللاعبين ما لعبوش بزاف وشنو بالمقدم اللي ما الثنائيات مع مهدودي ولا حكاس طبعا يكون الانسجام غياب الانسجام كان ضربة جزاء الانسجام هذا غياب الانسجام هو هذا اخطاء باش تجي من غياب الانسجام لان خاصهم ماتشات باش ينسجموا العراسي مع بالمقدم ورجائي من اللقطه اللي ما تفهمش هو كان مع اللاعب خط الوسط انا ما فهمتش عزي اولو الوغدي ما فهمتش لاعب النزعه دفاعيه ما كاينش اللاعب نزعه الحلول وزايد ان هذاك اللاعب ديال الوقت اخويا لا حول ولا قوه الا بالله انا ما فهمتش كيفاش هاد المدرب بان ليه جميع الجمهور كامل تيقول لاعب ناقص بعد التجربه ديال الزمالك رجع ناقص المدرب الوحيد اللي تاق فيه فيتحمل مسؤوليته وكيف تنقولوا الشوط ما بين الشوطين كيف الفرق رجع ضربة الجزاء رجعت في مقابله يعني الحمد لله رجعات ضيع ضربة الجزاء خلات الفرق يبقى دائما يقلب على الهدف الثاني اللي تاليهم دقائق على الاخر الرجاء يحافظ على اللقب ما بقى يلعب ماتش با حنا دابا تناقشوا ماتش ما يمكنش نقول لا لان الفرق اللي لعبوا دابا عاد شفت الاتحاد السعودي الهلال النصر فرق كبار لاعبين بواحد اللاعبين الوداد الوداد لاعبين بلاعبين ديالهم تعتقدش بان غيحافظ على اللقب المهم غيناقش ماتش حنا ان شاء الله الدور الثاني ربع النهائي نشوفوا الخصم اللي غيلعبوا معاه وكيف تقول مرحله ما نحققوش المراحل الرجاء ما داخلاش بالدفع على اللقب ولكن داخله كيف تنقولوا مقابله بار ماتش بار ماتش ونشوفوا خايف في المخسر ها؟ التمسك اللاعبين بالفعل الرساله للاعبين تقول لهم تيقوا في راسكم الجمهور راه تابعكم وراكم جمهور كبير راه تيقين فيكم الرجاء دائما كيف تقولوا تمرض ولكن لا تموت
الكيان هو الكيان اللوكو يلعبوا اللوكو وتقاتلوا جالية راه كاين الجمهور هو صراحة المدرب خصو بدل شي افكار صراحة انا باش تلعب هذوك اللاعبين اللي خط الوردي وزيد هذاك اللاعب سميتو اكسيل مايا صاحبي اكسيل مايا كارثة صاحبي واخا يكون يكعب عليه الجمهور ما لعب ما هو صراحة تاعنا في صفقة فاشلة شوف انا باش نكون مع واضح المدرب الا بغى يمشي بعيد يحاول يغير التشكيله تغيير اكثر ما يفتخي 40 لا شوف بين قناعته اصلا داد لاعبين ديال واحد لافراع وصبول وداك طال شبيلي دا شي خمسه لاعبين باش يجربهم باش ياخذ قرار فيهم فبان لعاب ناقص والوقت يا خويا ما بقاش يلعب ولا بغى يمشي بعيد رساله كامارا انا بغى يناقش لان جاي الماتش جاي خصم كبار بعدين رساله واضحه تحيه طيبه تحيه للنسر نعم داك المكتب يمشي للمكتب داكشي اللي كاين تبارك الله عليك عادل اسمح لي هي رساله مرحبا با عادل مرحبا هي رساله واضحه رساله كنظن ان جور الجماهير الرجويه كتقولها تحيه رياضيه كذلك بطبيعه الحال الغيره ديالك حب الفريق تحيه رياضيه لك كذلك با عادل وكنشكروك وكنظن ان الرساله واضحه نتمنى انها تصل تبارك الله عليك